شهر مضى على رحيل مها أبو ديا الناشطة السياسية النسوية التي أرست شيئا من قواعد الديمقراطية وحاربت طويلا من أجل أن تنصر المرأة الفلسطينية التي عانت ظلم المجتمع وظلم الاحتلال، ولأجل ذلك أطلقت البرلمان الصوري وأسست مركز المرأة للإرشاد القانوني. كانت مؤسسة لهذا المركز هي والمجموعة التي أسسته فعليا، انطلقت من شعورها بمعاناة المرأة الفلسطينية أنها هي ضحية مرتين، هي ضحية لممارسات مجتمعية وعادات وتقاليد تسود في هذا المجتمع تضطهدها، وهي ضحية مرة أخرى لممارسات هذا الاحتلال. فهذه الازدواجية في الظلم باتجاه المرأة الفلسطينية دفعت لديها الرؤية الواضحة والرغبة الواضحة فأن تكون هناك مؤسسة تحمي هذه النساء وأن ترفع قضايا هذه النساء. مها الناشطة النسوية كانت شخصا مليئا بالحياة، تجمع صديقاتها وتتبادل الأحاديث وتحرص دائما على لم شمل كل من هم حولها، وخاصة يوم الخميس لما بنقعد نشمع كل خميس مع بعضنا البعض على 8:30 آخر شهر المزبوط، في فراغ رهيب، في فراغ رهيب. وطلبنا من ديالة إنها تيجي بنتها هالفترة عنا، وعمالة بتيجي لأنه هي كمان ديالة حابة إنها تنفس وتشارك وتعيش لحظات إمها كانت تعيشها معنا. فإحنا المزبوط شدين نفسنا شوي بوجود بنتها ديالة. مها الإبنة لم تكن لتقبل أن تحمل والدتها هموم مرضها أو لتشكي أوجاعها لأي من مقربيها. آخر موقف رحت عندها على البيت هذا قبل 2-3 أيام، يعني كانت مبيني مع عمرها يأست، بس شفتها هالهد قبل ما يومين ما راحت انه خلص، يعني اللي عملته عملت اللي عليها، اكثر من هيك مش قادر، يعني كانت مستعدة تروح. حتى المرض لم يقوى عليها ولم يطرحها في فراشه طويلا. مها قاومت الاحتلال والظلم والتخلف والرجعية والمرض لترحل وتبقى ذكراها خالدة في كل من ناصرتهم ونصرتهم. لتلفزيون القدس كنان عيسى. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.